ايه حوار ان open relationship ده؟ انا يعني؟ يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط. ايه رأيك في اللوحة دي؟ حلوة. ده انت شايفني حلوة قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. انت تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ إيه أممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك. طب أنا أحطك في الحصالة بتاعتي. طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل النهاردة عامل إيه؟ لا الجرح بتاعك بسيط ومفهوش أي حاجة. إيه الدلع اللي أنت فيه؟ وإيه الخاتم ده بقى؟ حاولت أقلعهولك كتير وانتي كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده يلا عشان ناكل بقى. لا ماليش نفس. عشان خاطري. ليه بس كده؟ ما تسمعي الكلام. مش طايقه ريحه الاكل. هاكل بعدين. قلعك بقى الخاتم ده. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلب. وانده لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ ازيك يا سيدي؟ هتاكل؟ لا مش هينفع كده. انت خلاص هتخرجي من عندنا. لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده. الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. لسه مش فاكرة أي حاجة خالص. أوكي ده أثر الوقعة على دماغها. ولو في أي حاجة هنتابع مع بعض. هو أنا لو خرجت من هنا هروح فين؟ إزيك عم رضوان؟ إزيك مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله بسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك. صوم طيب. يا مختار يا حبيبي وحشتني. انت كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي. البلد كلها محلات اكل. هو اكل الشارع ده برضو اكل؟ يا سالم تعال اخوك وصل. هو انا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير. ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مرات بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على الصفر. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده يعني. طبعا ما مسؤوليه. نويني معلقه. طيب الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم
تصرف عليها ليه لما انت عايش بره البيت لوحدك؟ انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي. سالم، اوعى تكون فاكر انك كبرت عليا وهتمنعني ان انا ادي فلوس لامي. لا لا لا، هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وان هو يعني مش مخليني محتاجه حاجه. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم، انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني. واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ ايه في جرالي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه؟ اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك، مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه؟ خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ أنا زعلانة منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما أنا قلت لك حقك عليا. أنا بجد كنت مشغول. عذر أقبح من ذنب، مشغول عن أختك بإيه يا مراد؟ عملت حادثة، خبطت واحدة بالعربية. أو ماي جاد، وماتت؟ ماتت إيه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطة وخلاص. خلاص بسيطة، نو بروبلم يعني. المهم أنا عايزة 5000 يورو عشان مسافرة لبسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. وآي نيد ماني أرجنتلي. حاضر، بكرة هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان اشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلاً؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. سيو، أنت مش عايز أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي؟ يلا حبيبي، ثانك يو. باي باي. باي باي.